فعاليات مختلفة ومتنوعة بيشملها مهرجان العالمين الجديدة في نسخته الثانية ما بين الثقافية والفنية والرياضية. والحقيقة دايما الأنشطة الرياضية بتاخد جزء كبير في اهتماماتنا لأنها كتير ومتنوعة. كيرف بول هي لعبة يمكن للكورة بتلعب بالإيد من خلال التمرير والحركة السريعة. اللاعبين فيها بيقوموا بمراوغة وتسديد الكرة من خلال الكيرف واللي بيكون زي السلة. الفريق بيتكون من 8 لاعبين، 4 من الأولاد و4 من البنات، وبيتم وضع السلة في نهاية منطقة اللعب، وممكن للاعبين ان هم يسددوا من زاوية 360 درجة، وبيتوالوا أدوار الهجوم والدفاع، وبعد تسجيل هدفين بيتم عكس الأدوار. هنتعرف أكتر على الفعالية دي وعلى وجودها في مهرجان العالمين الجديدة مع الكابتن إسلام أبو بكر المدير الفني للمنتخب الوطني للكيرف بول. برحب بحضرتك. اهلا وسهلا يا فندم، تشرف لحضرتك. اهلا بيك. ويمكن احنا قلنا معلومات سريعه كده في المقدمه، لو حضرتك تقول لنا لاي مدى المعلومات دي صحيحه عن رياضه الكيرف بول وهي موجوده في مصر من امتى؟ لا تمام حضرتك، لو وضحتي كده خطوات بسيطه للكيرف بول، واحنا الحمد لله بدانا من نشاط من سنه 2022 في مصر، وعملنا مجموعه من البطولات المحليه وقدرنا نحصل على عضويه الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي في شهر 10 اللي فات ده، وده كان انجاز كبير الحمد لله يحسب للاتحاد وللوزاره، واحنا ان شاء الله بصدد ان احنا طالعين اول بطوله دوليه ان شاء الله في شهر 10 القادم. هل دي اول مشاركه في مهرجان العالمين الجديده؟ بالنسبه لرياضه الكورف بول فعلا هي دي اول مشاركه لرياضه الكورف بول، بس الاتحاد المصري يعني دي ثاني او ثالث مشاركه ليه في المسابقات اللي بتتم في المهرجان ده، وكان شرف لينا كبير طبعا ان احنا نكون متواجدين ضمن فعاليات المهرجان. يعني المباريات اللي هتتلعب دي من خلال الفرق الموجوده وبتلعب كورف بول فعلا، هل هيكون في مشاركه يمكن من الجمهور العادي ان هم يتعرفوا اكتر على اللعبه؟ ده فعلا تم يا فندم في البطولة اللي فاتت دي، كان ضمن احنا كان عندنا 10 فرق الحمد لله من 4 محافظات، القاهرة واسكندرية والجيزة والبحر الأحمر، وكان في بيبقى في بين الاستراحات اللي بين الماتشات كان في تفاعل من الجمهور ان هم كانوا بيخشوا يشاركوا برضو، لان الموضوع بالنسبة لهم كان جديد، كانوا حابين يعرفوا يعني ايه هي رياضة الكورف بول، عبارة عن ايه، بتلعب ازاي، فبرضو كان في مشاركات من الجمهور فعلا في البطولة اللي سبق. طيب يمكن احنا من خلال المعلومات اللي قلناها قلنا ان الفريق بيتكون من ولاد وبنات، يعني هي لعبه مختلطه، وده عاده مش بنشوفه في العاب الكوره بشكل عام ايا كانت، يعني هل ده الشيء الوحيد اللي بيميز اللعبه دي عن اي لعبه تانية؟ لا، هي اللعبه دي الحمد لله فيها مميزات كتير، بس زي ما حضرتك اوضحتي ان رياضه الكورف بول بتلعب ميكس ما بين الولاد والبنات، ودي تعتبر اول رياضه عندنا في مصر بيبقى الفريق مكون من ولاد وبنات في نفس الفرقه، وده من الاساسيات اللي موجوده في اللعبه يعني. وطبعا من الحاجات المهمه اللي انا لازم اوضحها ان اللعبه اصلا ما فيهاش اي نوع من انواع الاحتكاك، يعني الولاد بتلعب على اولاد في نفس الفرقه والبنات بتلعب على اولاد، ما بيحصلش اي احتكاكات ما بين الولاد والبنات عشان القوه الجسمانيه او الفرق حتى في الطول. ومده المباراه بيكون قد ايه تقريبا؟ احنا بنلعب شوطين، كل شوط بيتراوح ما بين 10 دقائق لربع ساعه. تمام، وزي ما حضرتك اوضحت ان كل هدفين بيتم تغيير ما بين المنطقه الدفاعيه والمنطقه الهجوميه، بيتم التبديل ما بين المنطقه دي والمنطقه دي. ايه الخطوات اللي يمكن هتقوموا بيها قريب علشان اللعبه دي تنتشر بشكل اكبر؟ هل هيكون في بطوله على ارض مصر غير مشاركتكم في بطوله دوليه زي ما حضرتك ذكرت؟ ده اكيد يا فندم، ده اكيد طبعا. احنا في البدايه بس انا احب اوضح ان احنا طبعا كنا شرف لينا طبعا ان احنا نكون متواجدين في ضمن المهرجان بتاع العالمين، وان احنا نكون موجودين، يعني انا شخصيا لما كنت بروح او بشوف اي حاجه عن العالمين دي كنت بشوفها بس من على طريق التواصل الاجتماعي، دي هي اكتر حاجه. انا لما رحت شفت حاجات كتيره مختلفه، وازاي المنطقه دي تحولت من حقل الغام الى منطقه مدينه جميله راقيه سياحيه ترفيهيه، وده ما كانش انطباعنا لوحدي، ده كان انطباع اللعيبه كلها وكل المجموعه اللي كانت هناك، وده طبعا تبع توجهات سياده الرئيس طبعا عبد الفتاح السيسي في تحويل المنطقه دي، وبرده كان في قيادات السياسيه لوزاره الشباب والرياضه الاستاذ الدكتور اشرف صبحي طبعا كان مدي تعليمات ان يحصل دمج مجتمعي كبير، ودي من احدى الرياضات اللي بيتم فيها ربط جميع عناصر او افراد الاسره ممكن كلها يلعبوها زي ما حضرتك اذكرتي الولاد يعني والبنات. مش بتشترط لياقه بدنيه عاليه جدا او تدريبات عنيفه.
لا يا فندم، لا 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 مش محتاجة خالص، ده هي لعبة سهلة وبسيطة، وزي ما وضحت لحضرتك إن هي بتبقى دمج ما بين كرة السلة وكرة الهاندبول. وإحنا بصدد إن إحنا دلوقتي بنتواصل مع الاتحاد الدولي إن إحنا إن شاء الله قريبا هيتم استضافة بطولة عالمية إن شاء الله في مصر، وبيتم التنسيق بينهم وبين الاتحاد المصري برئاسة الدكتور أحمد البكري. طيب بالنسبة للمشاركة كمان في مهرجان العالمين، ردود أفعال الناس اللي كانوا موجودين كانت إيه على الرياضة دي؟ هل حسيت إنه في إقبال، في أعمار معينة شافت إنها حابة أكتر تعرف معلومات عن اللعبة دي وتشارك فيها؟ دي حقيقة، دي حقيقة يا فندم، لأن هي كمان الكورف يعني هي بالنسبة للأولاد الكبار اللي فوق 17 سنة بتبقى 3.5 متر، فبتبقى كبيرة شوية، إنما أصغر من كده طول الكورف بيختلف يعني بيبقى 2.5 متر، فده بيدي فرصة للأطفال أو للشباب الصغيرين شوية إن هم يشاركوا أو ينزلوا يلعبوا كمان اللعبة دي، وده حصل فعلا البطولة اللي فاتت. ده غير إن كان في أولياء أمور كمان يا فندم حبوا يخشوا يشاركوا ويعرفوا يعني إيه بتتلعب إزاي وإيه الأندية اللي موجودة فيها وإحنا ممكن نتواصل إزاي معاكم ونلعبها إزاي وكده. كده الحمد لله اللعبة في كل يوم قاعدة الممارسة بتاعتها بتزيد ولله الحمد. أنا بشكرك شكرا جزيلا كابتن إسلام أبو بكر المدير الفني للمنتخب الوطني للكيرف بول، شكرا لحضرتك.